خلص هيك ما راح تقدر. Under that is an order system. عندي بشكل عام في كثير سيستمز في إلها بالمقام two poles. خليني آخذ هون سيستم بشكل عام under damped. خليني أحط هون under damped. Second order under damped system. حكينا إحنا عن second order system بس رح نراجعهم مراجعة سريعة. لو عندي أنا سيستم من هون فيش فيه zeros. في مجموعة poles. بغض النظر قديش قيمها، لكن انا اللي بيهمني بالاخر هون في اس سكوير مثلا زائد 2s زائد 10. وهدول كانوا البولز اقرب بولز للاوريجن، كل ما البول اقترب من الاوريجن شو بصير اثره على السيستم؟ اقوى اقوى. لا حتى لو هو بالشمال، بس كل ما اقترب من الريل اكسس كل ما اقترب من الجي اوميجا اكسس. يعني إذا عندي مجموعة بولز نفترض سيستم مجموعة بولز زي هيك. هي هذا كم الأوردر تبع هذا السيستم؟ هل هو ستيبل؟ ستيبل لأنه كلهم بالرايت هاند سايد، يعني السيجما الريل بارت تبع كل البولز نيجاتيف معناها بيعمل ديكي مش هيك السيجما لأنه هذا الأكسس هو أي إيش الأكسس هذا؟ ريل اللي هو السيجما ووحدته ريديان بير سكند وهذا الأكسس اللي هو إيماجينري اللي هو جي أوميجا أكسس وحدته كمان radians per second. هذا الدايمنشن هذا بعطيني الساينوسويدز مش هيك؟ والدايمنشن هذا شو بعطيني؟ الاكسبوننشال ديكي او جروث. يعني هذا اذا بدك ترسم هون رسمه هذا بيمثل وهذا هون ايش بيمثل؟ الساينوسويد مش هيك؟ هذا جزء من ولذلك اللي موجود هون ما فيش هذا الريل بارت فيش فيه ايماجينري بارت ولازم يجوا هذول كومبلكس بيرس. مين اكثر تو بولز بياثروا على البرفورمانس تبع هذا السيستم اداء بيهيفير تبعه؟ كل ما البول اقترب من الجي اوميجا اكسس اثر على السيستم بصير اقوى. البولز البعيده هناك او حتى بعيده هون ضعيف اثرها بصير على السيستم. اللي قوي جدا اثرهم على السيستم اللي قريبين من الجي اوميجا اكسس اللي هم هذول بالحاله هاي هذول التو بولز. ولذلك هذول بيهمونا جدا التو بولز وبندرس البيهيفير تبع السيستم كله ككل بتركيزنا على دراسه هذول التو بولز. رغم انه هذا السيستم ايش الاوردر تبعه؟ بس بندرسه كانه سكند اوردر، بندرس هدول الاثنين كانهم سكند اوردر وهم بيوصفوا الاوبريشن والريسبونس تبع هذا السيستم. احداثيات هذا كم احداثي هذا له راح يكون؟ لازم يكون له احداثيين، هي احداثي من هون مش هيك، هاي القطعه اللي هون وهاي القطعه اللي موجوده هون. ولذلك هذا البول لما بعبر عنه راح يكون سيجما بلس جي اوميجا او بلس ماينس جي اوميجا. ليش لازم يكون بلس ماينس جي اوميجا؟ في واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف. فسيجما اللي هي نيجاتيف بلس ماينس جي اوميجا. خلينا نطلع على هاي، هاي لما بدي احللها بدي اطلع التو بولز منها اس سكوير زائد 2 اس زائد 10. كيف بنطلع البولز تبعتها؟ احنا عاده لما بنطلع البولز هم الروتس تبعون هاي الايكويشن مش هيك او هذا البولينوميال، هذا سميناه الكاركترستيك بولينوميال. اذا ساويته بزيرو شو بيطلعوا الروتس معي بكون؟ الكاركترستيك ايكويشن والروتس هم البولز. اذا هذا سكند اوردر لازم يطلع له كم روت؟ كم روت؟ 2. إذا عندي هون S سكوير زائد 2S زائد 10 بتساوي 0. إذا S بتساوي ماينس بي، متذكرين المعادلة كيف بحل المعادلة الكوادراتيك؟ ماينس 2 زائد ناقص بي سكوير 2 تربيع 4 ناقص 4 في 10 في 1 هي 40 على 2 هي هي قديش هون؟ 40 لا 4 ناقص 40 شو بتعطيني؟ ناقص 36. كيف بدي اخذ جذر التربيع تبع ناقص 36؟ بدي اضطر اقسمه هون لاثنين فبصير هذا ماينس 2 زائد ناقص بحط جين وجوا بصير عندي 36 على 2 اللي هي بتصير عندي جذر ال 36 6 6 على 2 2 على 2 ناقص 1 زائد ناقص 6 جي وحدتها؟ ثلاثة جي بصير عندي ناقص 1 زائد ناقص 3 جي. خلينا نرسمها هون على هذا على نكبرها شوي وراح اخذ انا الوحدات الموجوده هون. خلينا اخذ الوحدات هذول راح اخذ كل 2 سكويرز بيساوي راديان بير سكند فهذا عندي ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 وراح اطلع هون كمان عندي هي 1 ما بكفيش هذا بكفيش السكيل رح اضطر اعمل هون واحد وبعدين عندي هون لا بكفي واحد اثنين ثلاثة وعندي هون واحد اثنين ثلاثة
اي صار عندي ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة radians per second هذا الريل بارت والايماجينري بارت عندي واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة فراح يكون عندي هذا تقريبا هون وهذا عندي واحد اثنين ثلاثة هذول التو بولز هم الدوميننت حتى لو بشرط البولز الثانية يكونوا ابعد للشمال راح يكون هذول الاثنين هم الدوميننت بولز اللي موجودين هون هذا متماثل مع هذا فراح اركز الاناليسيس تبعي على هذا الاناليسيس اللي بعمله هون هو نفس الاناليسيس اللي بعمله هون اذا راح اوصل خط من هون خط مستقيم من هاي النقطة هذا البول مهم وراح يحدد الكاركترستكس تبعت السيستم والريسبونس تبع السيستم يعني لو جيت الان على هذا السيستم اللي هاي الترانسفير فانكشن تبعته والبولز هذول ابعد لهناك لو جيت الان درسته ودخلت على ستيب فانكشن راح الاقي الريسبونس تبعه بيعتمد على طبيعه هذا البول ومكانه من الواحد والاثنين والعشرة اللي موجودين هم البول اللي طلع معي بالحاله هاي اللي هو هون هذا المثلث لو جينا ركزنا عليه راح يطلع هلا مرتبط باشياء راح نحلل فيها السيستم هناك اذا خليني الان هلا راح اخذ هاي الفانكشن راح امحي هاي الاشياء راح اخلي بس البول هذا اللي رسمناه اللي هو ناقص واحد زائد ناقص واحد ثلاثة جين هدول التو كومبلكس كونجنت بيرز وراح امحي كل شيء ثاني منها اذا لو فرضنا انه عندي انا ترانسفير فانكشن اف اوف اس وراح نركز بس على هدول الاثنين اللي هم اس سكوير زائد 2 اس زائد 10 هذه بامكاني احطها الفانكشن الان بالشكل التالي راح احط 1 على 10 جوا احط 10 اس سكوير زائد 2 اس زائد 10 ما غيرت شيء فيها شو عملت؟ 10 على 10 ضربت وقسمت في 10 الشكل هلا هذا السيستم بنسميه اندر دامبت الدامبنج فيه قليل كيف بعرف انه هذا الدامبنج فيه قليل؟ بكون اندر دامبت سيستم متر بي اذا كانت متر بي اصغر من 4 اي سي مضبوط هل هذا صحيح بالحاله هاي؟ في تربيع 4 اقل من 40 مضبوط اذا هذا السيستم اندر داون هذا السيستم بقدر احطه بشكل عام زي هيك بالشكل السيستم الاندر داون بحطه بشكل اوميجا ان سكوير على اس سكوير 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير هذا بوصف لي اشياء معينه موجوده بهذا السيستم خصائص معينه موجوده بهذا السيستم الخصائص هاي بترتبط بالريسبونس من هون في عندي تو بارامترز شايفينهم هون ايش هم البارامترز اللي شايفينهم في عندنا اوميجا ان اوميجا ان بنسميها ناتشرال اندامبت فريكونسي ناتشرال يعني كانه في شيء طبيعي للسيستم مرتبط بخصائص السيستم ناتشرال اندامبت فريكونسي وزيتا اللي هي الدامبنج قديش الدامبنج اللي موجود بالسيستم هل بقدر احط هاد بالشكل اللي هو اطلع قيم زيتا اوميجا ان مباشره ايش عندي واضح انه في شغلتين بيشبهوا بعض مش اوميجا ان سكوير بتشبه 10 اذا اوميجا ان سكوير بتساوي 10 اذا اوميجا ان شو بتساوي؟ جذر ال 10 راديان بير سكند هلا هاي لها خصيصة مهمة اوميجا ان، إذا أنا جبت سيستم وما كانش فيه دامبنج هذه هي الفريكونسي اللي راح يتذبذب عليها هذا السيستم، يعني لو احنا جبنا بندلم كيف ممكن طريقة سهلة نجيب بندلم؟ بنجيب حبل وبطرف هذا الحبل في عندي ماس، وراح أفترض إنه ما فيش عندي فيش عندي تذبذب، ما فيش عندي دامبنج، فيش مقاومة هواء مهملة جدا مقاومة الهواء وهذا البندلم مسكته الآن عملت له ديفيشن زي هيك وتركته بندول الساعة زي بندول الساعة هذا راح يتذبذب على فريكونسي معينة مش هيك؟ لو الدامبنج هون مهمل قليل 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 جدا صغير جدا قديش هذه فريكونسي بتكون؟ اوميجا اوميجا لكن هاي لما بقيسها بايش راح اقيسها؟ ايش الوحدة اللي راح اقيسها فيها بالاول؟ كيف راح تقيس هاي الفريكونسي اول شيء انت؟ تاخذ الزمن اقسم عليه تمام اذا بقيس عدد المرات اللي عمل فيها سايكل كامله قديش السايكل الكامله؟ هل هاي سايكل؟ لا ولا هاي سايكل؟ اذا بعد الزمن اللي باخذه مثلا 10 من هدول وبطلع الزمن، هذا الزمن شو بكون؟ تي البيريد
واحد على الكيرد قديش بيطلع معي؟ الفريكونسي. الفريكونسي ايش وحدتها؟ بس هذه وحدتها؟ الراديوس بس، انا بدي اعمل التحليل ماشي؟ خلينا نقيسه لهذا السيستم، خلينا نطلع على هذا السيستم ونقيسه، وعلى فكره ممكن نتاكد من هذا، مين معه هلا ستوب واتش؟ طلع ستوب واتش. وحد يعد. ولما نخلص 10 مرات رح نوقف الستوب واتش، ها؟ هي جاهز يا ايمن؟ بدنا نعد 10 مرات. هاي واحدة، تنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. قديش طلعت معك؟ 12 سكند. اه طيب خلينا نحاول نتأكد منه إنه شغلنا مضبوط. طبعا هو كان في شوية دابل، ليش كان في شوية دابل؟ لأنه كان يصغر هذا، ما كان يضل نفس ال عم بفتل لانه في شويه دابل، بس خلينا احنا نهمل الدابل. اذا طلع معي انا 10 تي اللي هي البيرنج بتساوي قديش 12 سكند؟ اذا تي بتساوي 1.2 سكند مضبوط؟ اذا اف شو بتساوي؟ 1 على 1.2 اللي هي تقريبا قديش؟ 0.83. هاي ايش وحدتها؟ هرتز. إذا أوميجا إن لهذا السيستم لو فرضنا إنه الدامبنج كان مهمل قديش بتكون؟ 2 في اف 2 باي 3 اف، اضرب 0.83 في 2 باي 5.21 ايش وحدتها هاي؟ بس هاي صحيحة لو كان عندي الدامبنج مهمل، بس خلينا نفترض إنه الدامبنج كان قليل جدا. إذا أوميجا إن هي الفريكونسي اللي بشوفها إمتى بأي حالة؟ ما في إذا ما كان في عندي الدامبنج، في عندنا إحنا طريقة أظن نتأكد نحاول نتأكد من شغلنا هون، أظن أوميجا إن بتساوي جذر إل على جي. نتأكد منها بعدين، نحاول نتأكد منها بعدين. إذا أوميجا إن هي الناتشرال أندام فريكونسي، الناتشرال لأنها بتعتمد على طبيعة السيستم، هاي ما بتعتمد على فكرة غير على طول وتسارع الجاذبية بس ما بتعتمد على الماس، على فرض طبعاً إنه الماس مركزة في الطرف، إذا هذه أوميجا إن. هلا لاحظوا شو كان عماله بيصير فيهم هدول مع الوقت؟ بقلوا بقلوا كل ما زاد الدامبنج اللي بالسيستم، يعني لو انا هذا حطيته في ماء مثلا، حطيت البندول هذا في ماء مثلا، راح ياخذوا وقت اسرع انه يروحوا. اذا هذا هون عندي شو بكون؟ زيتا. 2 زيتا اوميجا ان شو بيساوي؟ 2 هدول بدهم يساووا معامل 2 هدنة، اذا هذا بيساوي 2، اذا زيتا اوميجا ان شو بتساوي؟ 1 بتساوي 1، لكن اوميجا ان شو بتساوي؟ 1 على 10 لا بتساوي جذر العشرة. اذا زيتا بتساوي 1 على جذر العشرة اللي هي تقريبا قديش؟ 0.316. زيتا ايش لازم تكون كرقم دائما بين ايش وايش؟ صفر وواحد. بين الصفر والواحد. اذا عندي لو كان عندي فيشن دامبنج بالمره قديش بتكون زيتا؟ صفر. واذا كان عندي واذا كان السيستم بين الكريتيكلي دامب، عندي كريتيكلي دامب شو بكون؟ 1 يكون 1. هذا اذا هون الدامبنج بالسيستم هذا 0.316. اذا اوميجا ان اوميجا ان تقريبا شو بتساوي؟ 3.3 بتطلع. احسبوا لي بالله 3.1 قديش جذر العشرة؟ 3.16 راديانز بير سكند. اذا لو جينا اطلعنا الان على هذا السيستم من هون، في عندي اوميجا ان وفي عندي زيتا. نطلع هلا على هذه هون، هلا اذا اطلع على هذا الطول اللي موجود هون هو زيتا اوميجا ان، هذا الطول اللي موجود هون هو اوميجا ان نفسها. هذا شو بيساوي حسب فيثاغورس؟ هذه اسمها اوميجا دي، بس احنا اوميجا قبل ما احسبها اوميجا دي شو بيساوي؟ هذا تربيع زائد هذا تربيع شو بيساوي؟ بيساوي هذا التربيع. إذا عندي هذا الطول الضلع اللي موجود هون بيساوي أوميجا إن سكوير ماينس زيتا سكوير أوميجا إن سكوير تحت الجذر التربيعي. بقدر أطلع أوميجا إن برا؟ مش موجودة هون أوميجا إن وموجودة هون أوميجا إن، إذا طلعتها برا شو بصير في أوميجا إن برا؟ بس أطلعها من الجذر أوميجا أوميجا إن، بصير عندي أوميجا إن في 1 ناقص زيتا سكوير. هاي شو بنسميها؟ أوميجا دي. أوميجا دي هي الطول هذا اللي موجود هون. إذا هذا المثلث مهم، لأنه في عندي هون أوميجا دي، عندي هون أوميجا إن، إذا هذه هون أوميجا دي اللي بتساوي
اوميجا ان في 1 ناقص زيتا سكوير. دائما اوميجا دي بتكون مين بيكون اطول دائما اوميجا ان ولا اوميجا دي؟ من المثلثات اوميجا دي اقصر دائما من اوميجا ان مش هيك؟ هذا الوتر دائما اطول من وحده الضلعين تبعون الزاويه القائمه اللي موجوده هون. كمان لو جيت اخذت الريشو هاي اللي هون لو اخذت هاي وقسمتها على هاي شو بتمثل بالنسبه للزاويه؟ هذا ايش هو بالنسبه لهاي الزاويه؟ مجاور وهذا؟ مجاور على الوتر شو بيساوي بالنسبه للزاويه؟ كوساين. اذا هاي الزاويه اللي هون كوساين بيتا شو بيساوي؟ زيتا اوميجا ان على اوميجا ان شو بيساوي؟ زيتا. خصائص الريسبونس تبع هذا السيستم كله بتعتمد على زيتا واوميجا ان واوميجا دي. هلا ايش هم اوميجا ان وايش هم اوميجا دي؟ هلا رح اشرحهم بتفصيل اكثر في الجزء الباقي.